أهنئ سيدنا محمد بذكرى ميلاد السيد المسيح. نعم أهنئ سيدنا محمد، أليس هو من قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة؟ وأهنئ المسلمين والمسيحيين، بل أهنئ البشرية كلها بالميلاد المجيد لمن تجلى الله عليه في مولده باسمه السلام فجعله رمزا للسلام. وأخص إخوتي المسيحيين الأقباط وسائر الأرثوذكس بالتهنئة، أعاده الله على العالم بالمحبة والسلام. وأقول لسيدنا المسيح: سيدي يا روح الله وكلمته، السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. وهذه النتيجة الكبيرة التي توصلوا إليها أساسها الإخلاص الذي ابتدأوا به هذا العمل، ثم الرؤية العلمية القائمة على الدراسة، ثم بعد ذلك لفت نظري في هذا العمل المساواة بين الغني والفقير، الذي يجد والذي لا يجد. هذا المستشفى مفتوح للجميع وباسط يده للجميع ويتقبل من الجميع. لاحظت أن هناك وقف باسم الأوقاف المصرية الإسلامية، ولاحظت أن هناك وقف من قداسة البابا شنودة. إيه مدونة مبسوطة؟ أنت كنت حلوة خالص، مبسوطة يا إسلام؟ وشوف البرنامج ده بتاع الميكي ماوس. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة.